بسم الله، لسه ما زلنا مع الشيبس، والمرة دي بنتكلم على السيركل الدوائر. شبه الريكتانجل عادي جدا. السيركل بتحدد، بتهايلايت منطقة جغرافية، منطقة معينة، بلد معينة، بنبدأها بجوجل دوت مابس دوت سيركل، ولما بنجهزها بنحدد لها الأبعاد بتاعتها وشوية خصائص. مفيش بس، لا مفيش، دي غلطة خلاص. الستروك كلر، خط لون الخط، الخلفيه بتاع الخط، الفيل كلر، الفيل اوباسيتي، الستروك ويت، والريديوس. هنتكلم على الريديوس، وفي حاجه اسمها السنتر. دول اهم حاجتين بنعمل بيهم الايه، الدايره. اي دايره نقطه المنتصف بتاعتها تهمني، والريديوس اللي هو نص القطر بتاعها، هو ده اللي يهمني دايما في الايه، في الحاجات دي، في الدايره عموما، وهو يرسم الدايره بقى زي ما هو عايز. تعالى نشوف مثال مباشر. هنخش هنا، ادي الريكتانجل اللي احنا كنا عاملينه. شلنا، سيبك من الريكتانجل خالص، وخلينا كده على الماب اوبشنز خلاص، والماب. وتعالى نقول عايزين نركب سيركل عليهم. قمت عملت فار، قمت قايل ماي سيتي، قلنا بتساوي نيو جوجل دوت مابس دوت سيركل، تمام، كلام جميل. وهنديها طبعا الايه، عاوز مش ترجم بسم الله الرحمن الرحيم، هنديها في الكونستراكتور بتاعها يعني كده، سيمي كولون، ونحط لها الايه البروبرتيز بتاعتها ما بين القوسين دول. طيب اهم حاجه زي ما قلنا السنتر، قلنا نيو جوجل دوت مابس دوت، وادي لاتيتيود لونجيتيود، وادي هنا نقطة الرقمين. الناس بتسأل الأرقام دي ازاي، ممكن تقدر تظبطها من أي خريطة، يعني لو مثلا لو دخلت على الأصل مثلا جوجل مابس ذات نفسها، دخلت مثلا على، احنا شغالين على تيران ماشي، او مايل مثلا انا عايز تيران مثلا، كلام جميل، وعايز اجيب مكان معين، لاتيتيود ولونجيتيود معين خلاص. اصغر مثلا شويه مثلا، فادي ادي المركز، وانا مثلا عايز النقطه دي، فكليك عليها كليك كده، جاب لي ادي الايه، ادي اللونجيتيود واللاتيتيود بتاعها، وقال لي دي جزيره تيران. ماشي، كلام جميل، وعلمني العلامه اهي. قلت له كويس، انا ممكن اخد اللونجيتيود واللاتيتيود دول، وهم قال هم دول اللي بالنسبه لي القضيه. خلاويص كده، تمام. جه السنتر، كلام جميل. انا عملت سيمي كولون، لا مش سيمي كولون، دي كلها خاصيه، ثواني اسف، دي كلها خاصيه اسمها سنتر خلاص. بعد السنتر الراديوس، الراديوس القطر خلاص. فممكن نقول القطر مثلا 150 150، شوف لو طلع صغير او كبير هظبط واطلع اوصل الحجم، المفروض بالمتر على الارض يعني. ستروك كالر، وقال لي حط الستروك كالر اللي انت عايزه. قلت له ماشي، 0000 اف اف، يبقى بي بلو، ده ازرق، ده الستروك كولر. ستروك اوباسيتي، الاوباسيتي قلت له مثلا 75، ده الستروك اوباسيتي. ستروك ويت، قلت مثلا 3، والفيل كلر اللي هم يبقى داخلين اللون الداخلي بقى اللي هيملى بيه، هملاه بلون اف اف، معرفش اللون ده يطلع ايه، شغال خلاص بس هو محمر يعني. والفيل اوباسيتي ودرجة الشفافية ورا، هنقول وليكن
50%. ماشي. وبعد ما نخلص قبل ما نقفل الفانكشن دي، خد بالك ما قلناش هنا ماب بتساوي ماب، ممكن اعمل كده بس انا بحاول اشكل معاك. اقول له ماي سيتي خلاص دوت سيت ماب، وتدي له المتغير بتاع الايه؟ الماب. ده طبعا بره مين؟ بره الفاريبل بالقيم بتاعته اللي هو ماي سيتي. وتعالى نشوف كده الخريطه بتاعتنا. اوه باين قوي ان هي يعني ايه كبيره جدا يعني. ماشي. ايوه كده مثلا شغال خلاص شغال. طبعا 50 متر ما فرقوش قوي او ما شفناهمش قوي يعني في الشكل بتاعنا، لكن ده يفرق معانا طبعا ولا حسينا برضه قوي يعني. ماشي كده نكون عملنا الايه السيركل بتاعتنا على الايه على المنطقه اللي احنا عايزينها. وكده نكون الحمد لله خلصنا الجزء بتاع الشيبس، واخدنا فيه مجموعه من الشيبس اللي هي السيركل الدايره، وخدنا الريكتانجلز، وخدنا البوليجونز، وخدنا البولي لاينز. خلاص وكده اخدنا جوله سريعه على الجوجل مابس في ناحيه الشيبس، جوله سريعه طبعا انا عارف ان ده تفاصيل وقصص طويله، لكن احنا دلوقتي خدنا كفايه الداتابول، يعني ازاي انا اعمل ايديت يبقى اقدر اغير واحرك واكبر واصغر، وكان ده كله قصه جميله ولذيذه وممتعه بس اللي عايزين يشتغلوا فيها.